بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الجناس إيانا وإياكم أجمعين. محسنات المعنوية ما انتاو كردي نسأل محسنات اللفظية كدس فيك أبا جناس جناس على فيشي وتري تجنيس فيشي وتري تجانس فيشي وتري مجانسة أو ستجنيد هبو خلت يكل بعض كاريس أما لتجنيس باش برام ألي جناس ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى لشرحك ألي وقت جوانا كبين لفظ معنى مساعدة يكتريب كانو هاورازي يكتريب ووازا مصنوعه مطبوعه أويكبا وكبلين كابرا نخت دسي خوي تيابو خوي دروسي كذو بيقال لقال مطبوع وشتسروش تيكا يا يك بقري واتنا بجناس تكلفي تيابي بيش تيك بيهلوا وكبرين طبيعة سليقتي بلاغي او انسان خوي بيهنم اي جناس دو جوريه لفظيه معنوي خوي محسنات اللفظية كالي جناسي معنويش معنى هي يا كميان جناسي تام ما وسامح انواع جناسي لفظي عفو يا كميان جناس تامة وهما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أشياء لا شوارش تايق بقرن أو دو لفظة نوع الحروف وعددها وهيئاتها الحاصلة الشكل كي كدروز بوا لحركات السكنات وترتيبها بس بمعنى كان شان جاواز به باش برا بلا بلا جاء اقر أو دو لفظة متجانسان لا يك جور بون واتا دو اسم بون يا دو فعل بون يا دو حرف بون او بي وتري جناسي مماثلش في سي وتري جناسي مستوفي بويا مماثلة چونجي هاو مثل يكن بويا مستوفية چونجي وفاي كردو با مرجكان جناسي تام ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعية كم روجي قيامته ما بستكن ساعيدهم كاتك للزمان أما هردو كان اسما يا علي رحبة رحبة لا يتوجوا يا رحبة 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 واي واتا رحبي كم حوشي خانوا رحبي دهم بمعنى واسع فراوان هردو كان يق لفظا بلا ام طبعي من نسية رحبة رحبة بلا مولا يواب زان مخيفة ناي دار رحبية نك رحبية رحبة يعني فهن فناي دار أجر رحبة رحبة بين أو تاني خلاف هي لحركاته أجر رحبة رحبة بين أو تاني خلاف هي لحركاته سكناته بلام أجر أو دو كلمة دو جوربون فعلك واسمك بون جناسك مستوفية أما مماثل نية وكو إرعى الجارة ولو جارة واتتو تشاودري دراوسك بك بازو مش اللي بكا ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله أو مردو لكرم زمانا أو الزندو بتو لا يحيى كر يحيى يحيى كم فعلا يحيى دوهم اسمه يحيى بن عبد الله باش أبرام أفرمي إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم اگر زمانه توی فردا شونه که ما هستم همه و که و خلق همویان آنو پیایو خراب نو خلق رقیان رقی لیان بو بلام تو مداران تیار بکه مادم لخانوی اوانای مادم لخاکی اوانای و رازیان که مادم لارزی اوانای اما ایسا امانی که و کلک لخی با سلطا اکن ام جور شعرانه اکن ببالگن اما کوتونه تناو زمانه که بیا سلطا رازی کن باش برام أما جناس أم جوريان تواف باش بابك كم ألي والجناس التام مما لا يتفق للبليغ إلا على ندور وقلة جناس تام لراسيا كم رأكوه ببلاغزان كان بنادري وبكمير رأكوه فهو لا يقع موقعه من الحسن حتى يكون المعنى الذي استدعاه وساقه شنج لراسيا جناس جوان نابه شوني جواني خوي ناقري هتا أو معناي كبلاغي كام هنا يأتي الرأيك الشاوة بكلمة كاني مما يعني وحتى تكون كلمته مما لا يبتغي للكاتب منها بدلا يعني جور كلمات بكار بين كاتب بدلي دزنك بالأبرية ونجوان بين ولا يجد منها حولا نتوان اللاب دالي باشا
ولا اجد لا من شوية ما من فرقناك من هاي بس عن هاك الجوانت لا من هاي لا يمن من هاي يسمى سلاسيدك فدارهم ما دمت في دارهم براسي كلماتك او نجوانا لا يجد عنها حولة اي باش ابرام مجال جناسي غير تامان هما وسمحمو وهما يختلف فيه اللفظان في واحد او اكثر من الاربعة السابقة او تاني او دو لفظة خلافة كان هبه لو تشوارشتك بيان ما نكرت تشوارشتك تشيبو نوع الحروف عددها هيئاتها ترتيبها باش ابرام مع اختلاف المعنى بلا بلا معنى اختلاف فيري كان دوام الحال من المحال ستوبة تمامي ما وصم حما هل اواب من توبة قنجيو ها خريجي خيندن بيتو باوك بارو بواتيو خزمته بكن بخواه نعبي نعم روج لروجاني امانا نعميني او تا سيري كان امام ليرا نوع الحرف كان فرقان هي ليرا نوع الحرف كان ليرا ميمي هي لبنية لدوهم هي لكمنية عددك ايش جاوزا جدي جهدي هل عين اشتا لدوهم انا اللي وسطها حرفي هي على اويك من اوبر هنا عظمة قولي بي قيفتم هولي خوما قصي جوان جنيل الشرعة اشو بيها بقصة كي قارون ما شبرام الهواء مطية الهوان هواء وأعرزو وقد دعي بكبي ولاخي سرشوري رسوائية أترك سدعي هواء وأعرزو بكبي من أو سرشوري أرى والأول يسمى مردوفا أولك كامي دوام الحال من المحال هو تلا مردوف شنجي بدواي ميمزا يعني حالك بدواي ميمزايدك هاتون جدي جهدي في بيتر مكتنف شون حرف زيارك كوتوت الناو كلمة كو أم لا ولا يجلاوة سهم كأفرمي الهواء مطية أما في بيتر شين مطرف شون كلمة زيارك كوتوت مطرف نك مطرف يا مطرف لان هر جهد روز بلاي توت شونا مطرفة بلا بلا ما توا نموني بو سهم هنا وتوان نسيتي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق بما كنتم تمرحون أمت يكالي كذو هنا واني لواقعة أو منو نيسي همني بو سيدي كان أم زيادك دار الزيادة هرتيانية بل اختلافها لحرف اللي هنا كان لحرف كان علي نوع الحروف لنوع الحروف هاي اختلافين اما نمونه بو جناسي غير تام نمونه نيه بو سهمي مترف بلا امتيكالي كردو رحمتي خواهي لبي عليك قوله تعالى ام كقوله تعالى نمونه بو جناسي غير تام باش ابرام ابو عيد دواي ومنها الجناس غير التام وهما يختلف فيه اللفظان يعني آلوا به نايته يا فإن حلوا فليس لهم مقر باش ابرام وان رحلوا فان حلوا فليس لهم مقر يا مفر نازانم مقر وان رحلوا فليس لهم مفر امدهم من مفر اما نمونه بوج ناسي غير تام نمونه بوج ناسي مردوفش بو مردوفه سيرك حلوا رحلوا وكو حالوا محالك وان نمونه بو جناسي مردوفش تيكالي كردوه يا انا فرميه الخيل معقود في نواصيها الخير اما نمونه بو جناسي غير تام اينا نمونه بو اوستاني كبيان مان كد بو چونش اختلافي حروفي تيايا نوع حرف كان اختلافي تيايا او خيل ام خيرا ابيني دلو ليرانية ومن اختلاف أعدادها أجماركان هذا بناء نائن أو أجماركان يعني فرق يوكو دوام الحال من المحال وايا باش برام مردوفة ويان دوام الحال بل من المحال بل ومن اختلاف ترتيب الحروف قوله في حسامه بصي شمشيري كابراكان على فتح لأوليائه حتف لأعدائه ترتيب حرف
فتح حتف نفس حرف كان بس هالجراوته باش ابرام يا احنف دلين حسامك فيه للاحباب فتح ورمحك فيه للاعداء حتف حتف يعني الف وتين اختلاف هيئه الجد في الجدي وايه قوريلا توكميو جدي جديه لكارت الحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غايه الامل هنا كان راقع الجد في الجدي الي واهين هيئه كان يعني خلافه بس فانصب تصب شروايه فانصب تصب بل ومن الجناس المطلق هو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعها اشتقاق جناس مطلق أما أثمان جناس جناس أنواع الجناس اللفظي هي كم يعني منها الجناس التام ومنها الجناس المطلق هيش أنا جناس مطلق هو ما توافق ركنيه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعها اشتقاق أو دو الركنا لحرف كان يجكن أسلم سالمها الله وايا أسلم ها إيه فرق يجبركم أسلم وسأسلم عشرة يك إيه أسلموا بلي أسلم بلي أم اللي أوستانكم خذوه أسلم سالمها الله أسلم همزيك وسينك ولامك وميمك أما توافق عن هي الحروف لترتيب شاء والله إلا حروف شا توافق يعني أكوا أو همزة وسين ولام وميمة أم سين ألف ولام وميمة بلا موادي على همزة وألف كيف يقدع ناوة أم جاء وهو توافق ركنيه في الحروف وترتيبها ترتيب كيش أنكوا توافق تانية تانية لواقعة أو همزة كبيش كوتور سين كدوهما أم سين كيكما ألف كدوهما بل اللام لهرد جانا سهمه وميم لهرد جانا شوارما ما قال اوه هنيكي علي اسلم خوا سلامت يانكا غفارش خوا ليان خوش بيت عصيش لخوا يا خيبو اما سي قبيلا نايو سي قبيلا اما ان في اوتري ما دام يك اشتقاق خوي كلونا توت اسلم سالما هرد جان لباب السليمية غفار غفار لقال غفر الله ولا لباب غفريان عصية لقال عصت لباب عصايا اشتقاق يعني يشك فيه تلك جناس مطلق ومن الجناس المطلق أعفو اشتقاق يعني يقنية اشتقاق يعني يقنية بو يقنية أسلم اسم سالم فعل غفار اسم غفر فعل عصية هر اسم لبرو اشتقاق يعني يقنية واتان هل دكان يق مشتق يعني بس عليه فإن جمعهما اشتقاق أقل اشتقاق كوي كردنوا أو كاتا وكل لا أعبد ما تعبدون سأعبد ما تعبدون هل لبا فعل فعل هل دكان عابدون اسم فاعل بلام أشبه بفعل أيش ما أعبد أما في وتلي جناس اشتقاق باش برام ومنها الجناس المذيل والجناس المطرف فالأول يكون الاختلاف بزيادة حرف في آخر أحد ها؟ أكثر من حرفين في آخر بخوا غلطها لا يمن شاكي كدو إيساج بودركي غلطها أخصى بزيادة حرف في آخر أحد ركنيه أكثرني سألنا من أكيش أبودركي ويكواني والثاني يكون الاختلاف بزيادة حرفين في أوله باشا برام سيدك يا كم يعني كجناس مذيلة يا كم يعني فالمذيل كقول أبي تمام يمدون من أيد عواص وايا عواصم أي يك حرف يعني اختلاف تياه تصول بأسياف قواض قواضب يك حرف دواني تربو بأكثر من حرف بس دوهم يعني بزيادة حرفين جناس مطرف كقول الشيخ عبد القاهر وكم سبقت منه إلى إلي عوارف باش برام فلم نمك ومنها الجناس المذيل والجناس المطرف فليكون يكون اختلاف زيادة حرف في آخر أحد ركنيه والثاني يكون اختلاف زيادة حرفين وكم سبقت منه إلي
عوارف ثنائي على تلك العوارف تلك تلك العوارف وارف ما قال أبلع ما كيف حسابك توا أبلع ما كيف حسابك أمز زادتي دو حرفة أبي أبلع ما كيف بيك حرف حسابك بمعنى ألف كان آخر نرتو تنيا لا ما كآخر نرتو تلك العوارف وارف ثنائي من يعني لراسيا تو زور تشاكو لغا مناكر دو عواريف يعني تو زور تشاكو لغا مناكر دو جمع عرف يا بلن جمع عارفة سنا و سفاسي من بو او عارف يعني تو بران بر بمكروتا وارف يعني ارجع بسرتا وكم چي وكم سبقت من الي عوارف او انا ايو تريان وكم غرر من بره ولطائف لا شكري على تلك اللطائف طائف دي سانو ليريش اللطائف تخويك ما قبل لا مك مشددة لا مك مشددة بو حساب دو حرف بوك تو زور لطائف وشاكو اللي قبل مناكر دوا غري لطائف وشاكو اللي غري يعني ناو شواني سفي ناو شواني سفي هي شاكو كي تو اللي قبل منا لبروا الشكر سفاسي من بو أول طائفي تو طائف وأقرب دورتها ومنها الجناس المضارع والجناس اللاحق فالجناس المضارع وتمشابه يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجا لدو حرف اختلاف عنه بس مخرج حرف كان دور ليكون ليل دامس وطريق طامس دامس طامس باش اللي يك حرف ايها هو فالجناس المضارع يكون باختلاف ركنه في نازل في حرفين مخصيين شيء يعني او دو حرف حرف لام وحرف ط هي عفوا حرف د وحرف د وحرف ط هنا دو حرف ط يعني لو انك حرفه خلافك لك حرفه يا بلام هر دو كان حساب كله هي امسر وهي اوسر واما في الوسط وهم ينهون عنه وينهون عنه هي وهمزه لراسيا زون نزيك هر دو كان حرف حلقا د طيش هر دي سانو او حروفا كوا لثاء أو تري باش أبرام وأما في الآخر نحو قوله الخيل معقود في نواصيها الخير خيل خير باش أبرام والجناس اللاحق يكون في متباعدين أم دعنا الجناس اللاحقة مخرج كان يعني دورة إما في الأول وكوهو مزول مزا ها هي ولام كان دورا ليكون يعني لوسطها إنه على ذلك أجل الشهيد لشديد هي ودال زور دور ليكون يعني الآخرة وإذا جاءهم أمر من الأمن أمر من الأمن أمر أمن باشا فرقان هي رن لأخير شان باشا ومنها أو ضمير بوشوشتو منها وتي منها الجناس التام أميك دو ومنها الجناس المطلق أما دو سي ومنها الجناس المذيو المطرف أما سي أي كواتوار وديارة جناس مذيل ومطرف حسابك لو بدوان بويلي راه على بينج أو دو أو دوان ومنها الجناس المذيل أما سيم والمطرف أما شوارم باش برمجة بينج ومنها لجوركان جناسي هنا لجوركان جناسي اللفظية الجناس اللفظي خوي وهما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطا للفظة كإخياني أقر كسيك كتابة نزاني لفظة كان هركو يقوانا بلام لكتابة جائبته باش برام لخطة جاوزا وإما الاختلاف في الكتابة بالنون والتنوين يا اختلاف كتابتك لنون تنوين آية وإما الاختلاف في الكتابة بالضاد والضاء ضاد وضيت يعني هي وتي كاف الأول ما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنه عن الآخر خطا في الكتابة بالنون والتنوين سيدك أعذب خلق الله نطقا وفمن او شخصا كمن باسي كم بوتو شيرينترين انساني خوا مخلوق خوايا لندخش لدمشا وفمن لا يندمو اذا لم يكن احق بالحسني او كسي كوا
بالحسني او كذا من بوتو باسه كم اجر او شيع حسن نبي فمن اي شيء بالحسني اعذب خلق الله نطقا وفمن اذا لم يكن احق يعني شيء بالحسني. المهم لا يمنس بوري منك الزور ناس داني بحسنش اخي من رتب بحسنش لا يتونس راو بالحسني بلام والله واقعا من بالحسن بلا وجوان ترى يعني او تعريفي من كما اگر حسن نبي اتركي بلام اكد بلي اگر او جوان نبي اتركي جوانا يعني بالحسني قيشي كان اقنجي كارمان بوني كارمان فمن 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 يكم اسمو تنويني لسرا فمن دوهم اسمي موصولة نوني ساكنة إلى سر باشا برام يا أميشان مثل الغزال نظرة ولفتة لفتة تأتن تأتن لفتة لفتة برام لفتة مصدرة تنوين إلى سر من ذا رآه مقبلا ولفتة كيه هي او انسانه ببيني او محبوبي منا ببيني كعلي اسكا كيه هي او محبوبه ببيني روي تيبكاو ولفته توشي فيتنا نبيو دي لفتتني دوهم لا يك افتتنيك فعل ماضيه يعني ونون ساكنه بدوها تو اي برام لتلفظ اگر من خنوار نب جملته بخنتو هل يعني هل لفته لفته تشاو ليه والثاني ثاني كام ابو عليه وعمل او اول ما خن وما تماثل ركناه لفظا واختلف احد ركنيه من الاخر خطا في الكتابه والثاني واختلاف احد ركنيه في الضاد والظاء لضاد ضياد جان ليك له قول تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره هات نزيك ليكون وكقول ابي فراس ما كنت تصبر في القديم فلما صبرت الآن عنا ولقد ظننت بك الظنون لأنه من ظن ظنا هركز من ظن يعني من بخل بصاحبه يا من بخل مع صاحبه ظنا قماني في أبري تولى بيشا بيشتر آوانا بويلة قال إما آوى صبر بكي بران برمانو بيمان لي ببري وقي بسرمانو نبي من زور ظني خراب في بتوبر چونك هر كسي من ظنى هر كسي بخيلي بنيوني ظنى قمانش قمانشي في أبري باشا برام يا من ظنى هر كسي بخيل ببران بربر رفيقكي بومانا حزنك الرفيقكي ليدا ببري ظنى قمانشي في أبا كارمان بوني بمعنى وزور كارماني كارمان ظنى وظنى سيهم كيختلافك الله هي وتيابين باشا برام واذا جلست الى قوم اذا جلست الى قوم لتؤنسهم اجت لك القوم كدا بنشي تاوك مؤانسه عنك بما تحدث من ماض ومن ات حتى ادلان خوش كي برابر دوداهتو فلا تعيدن حديثا ان طبعهم قسان بدو بار مكرو سي دوباره زور نار حتى براسي ان طبعهم موكل بمعاداه المعادات تعالي يا كم انت خير الدهم ان تدريش كنت طبعي انسان لراسي موكل بويك الرقي لوي زوجتي بو دوباره بكيتو ها الرقي لوي زوجتي بو دوباره بكيتو بالي رابو سينما سمح مو جناسي محرف وجناسي مصحف ان شاء الله لقى الموضوع كي ترى تواويكين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.